بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم في قناتي. اللي أول مرة يشوف فيديوهاتي، أنا منى ثروت، مصممة اكسسوارات، بشكل السلك النحاس، وبدأنا من فترة فيديوهات تعليمية لتشكيل السلك النحاس. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم أصدقائي. زي ما انتم شايفين كده، النهاردة ورشتنا بس عن الأحجار اللي بتبقى موجودة في السوق بالشكل ده. دي حاجة اسمها شريحة عقيق. طبعا بيبقى فيه منها ألوان كتير جدا، بيبقى فيه منها المخرومة أو مفتوحة عشان أقدر أركبها منها، وبيبقى فيه اللي هي مقفولة خالص. دي بيبقى لها تركيب، ودي كمان بيبقى لها تركيب. كنا قبل كده في فيديو سابق ركبنا حجر بالشكل ده، بس عملنا له فريم أو إطار من سلك النحاس. إن شاء الله حطوا لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف. دي برضو دي حاجة تانية من الصدف بالشكل ده، برضو كانت مفتوحة. هنا انا اشتغلت عليها بالسلك النحاس، عملت لها تعليقة من السلك بالشكل ده. طبعا هي النحاس هنا مأكسد، مش باللون الذهبي، لكن نقدر نلمعها. هنا معايا دي حاجة اسمها لوزة. اللوزة دي بتبقى بالشكل ده. يعني انا المفروض الحجر عندي، انا بفتحها كده من بعضها اهو، تبقى بالشكل ده. بفتح من الناحية التانية. المفروض ان هي المكان اللي بركب منه الحجر بتاعي في الفتحة بتاعته بالشكل ده كده. بصوا السن الصغير ده، المفروض ان انا بركبهم هنا في الجزئية دي او في الفتحة بتاعت الحجر بتاعي، وبعدين بضغط عليها. ده بيبقى شكلها وانا شاريها من غير اي اطار ومن غير اي حاجة بركبها منها. اقدر اشتري اللوزة دي، برضو بتبقى موجودة من ضمن الكماليات الشغل بتاعنا بالشكل ده باللون اللي انا عايزاه، او لو ما كانش بقدر اعملها من السلك النحاس الواحد ملي زي ما احنا شايفينها هنا. هاجي كده، بسم الله الرحمن الرحيم، هنعمل هفك دي واعملها معاكم من الاول، بحيث ان انا لو انا دلوقتي عندي الحجر وحابة اركبه من السلك، او ما عنديش اللوزة دي، بعمل كده. هفتح بس السلك بشويش عشان الحجر، احافظ على الحجر بتاعي لان السلك بيبقى قوي بالشكل ده. دي المفروض الجزء النحاس اللي انا ركبت منه الحجر بتاعي. لو انا عايزه اركب اللوزه برضو هفتح كده، يعني احاول ادخلها كده بشويش، واجيب الفتحه دي وابتدي اضغط عليها، اقفلهم مع بعض شبه الكليبس بتاع الحلق كده بالشكل ده. هاجي الاول هاخد السلك النحاس وكمان الزرديه المبرومه بتاعتي، هعمل كده. التدريج بتاع الزرادية المبرومة، نشوف انا عايزة الدلاية بتاعتي تبقى الدايرة بتاعتها قد ايه. طبعا الدلاية هنا كبيرة، فحاول اعمل لها الفتحة كبيرة. هاجي كده، مفروض هاخد الطرف ده وهلفه على نفسه لفتين بالشكل ده. طبعا هظبط الشكل بتاعي كده. الزراديه الخشنه ابتدي اظبط. كده مش عايزه الف كتير، انا بس عايزه اظبط الدايره بتاعتي كده، وابتدي اظبط السلك. هلف لفه السلك ده،
المفروض خلاص اللي هو الطرف ده خلاص أدى مهمته، هاخد بس اللفة بتاعته وأقصه. حاول بس اظبط اللفات بتاعتي، عايزة الشكل بتاعي يبقى مرتاح ومظبوط. كده بعد كده هاخد الطرف التاني الفه بس لفة بسيطة كده عشان الفه او ادخله جوه السلك بسهولة، جوه قصدي الحجر بسهولة كده. وهمسك الجزء ده الفه زي ما عملت الطرف الاولاني، هلفه برضو على نفسه، بس اهم حاجة عايزة دي تبقى فوق او في المكان اللي انا عايزاه بالظبط كده، عشان لما اجي اعلق الحجر بتاعي يبقى مرتاح. هاخد كده اقفل على الحجر بالطرف التاني ده، اكمل بقى الشكل بتاعي كده، اريح من هنا. بس انا شغالة على الحجر لازم ابقى مخليه بالي، لان الحجر ممكن يتكسر من الزرادية او البنسة كده. طبعا انا ممكن اعمل اطار كامل من السلك زي ما هنشوف في الفيديو اللي ان شاء الله هحطه لكم في صندوق الوصف او ديسكريبشن بوكس كده، زي ما انتم شايفين كده قفلت الحجر بتاعي، اقدر اركبه بكل سهولة. يعني لو انا عايز اركبه في سلسلة كده، لو السلسلة بتدخل تمام، مش بتدخل هعمل كده عشان بس مش عايز اطول وقت الفيديو. انا قفلت الحلقة عشان الحجر بتاعي يبقى متين، الاحجار دي تبقى تقيلة بالشكل ده. هاخد حلقة وابتدي اركب منها السلسلة بتاعتي بالشكل ده بس مش اكتر. طبعا اللوزة بتسهل عليا، دي بتسهل عليا المرحلة اللي انا عملتها دي كلها، لكن لو عايزة اعملها من النحاس زي ما انتوا شفتوا كده اظن مفيش اسهل من كده. يا رب الفيديو يكون بسيط ان شاء الله تنفذوا. لو عندكم احجار مخرومة بالشكل ده تقدروا ان انتوا تركبوها بكل سهولة من خلال السلك بتاعنا الواحد ملي او السلك النحاس بالشكل ده. يا رب يكون الفيديو سهل وبسيط. ما تنسينيش من دعواتكم، ربنا يوفقكم يا رب. لو الفيديو عجبكم يا ريت لايك للفيديو وتعملوا مشاركة للفيديو وللقناة. متشكرة قوي ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب اكون قدرت افيدكم، ولو عجبكم الفيديو ده يا ريت لايك وشير للفيديو واشتراك للقناة، وما تنسوش تفعلوا رمز الجرس عشان يوصلكم كل جديد.